أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم بتحية الإسلام مباركة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الإيمان، ونحن في ظلال هذا الشهر العظيم المبارك، ونحيا العشر الأواخر من هذا الشهر، شهر الصيام، شهر القرآن، شهر القيام، حال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. انظر إلى حاله صلى الله عليه وسلم، يجتهد في العبادة، وفي العشر الأواخر يزيد في الاجتهاد عليه الصلاة والسلام، ليعلم الأمة وليعلم أمته أن يكونوا دائما مع الله عز وجل. ومع السؤال الحادي والعشرون من مسابقة رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم، والسؤال يقول: صحابية جليلة، مجاهدة صابرة، عظيمة المكانة جليلة القدر، خصها الله عز وجل بنعمة الإيمان والسبق إلى الإسلام، قالت عن نفسها: أنا بنت الصديق أسماء القرشية التيمية المكية المدنية. قال في حقها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أبدلك الله بنطاقك هذا نطاقين في الجنة، قد أبدلك الله بنطاقك هذا نطاقين في الجنة. قالت: زوجي أحد العشرة المبشرين في الجنة، وأول من سل سيفا في سبيل الله عز وجل، أحد العشرة المبشرين في الجنة، وأول من سل سيفا في سبيل الله عز وجل. فمن هو هذا الصحابي الذي كان زوجا لأسماء بنت الصديق رضي الله عنهم؟ وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم إن أول بيت الندى سأروي به قافلات المدى، نعم إن أول بيت الندى سأروي به قافلات المدى، وأجعل منه سيول الشتاء، وأجعل منه سيول الشتاء إلى كل بقعة أرض، وأغرس فيها لكي أحصد أسير وكل ضياء ونور، أسير وكل ضياء ونور.
الهدى.